الله جل وعلا عندما تقوم الساعة يقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. لو كان أحد له دعوة قال أنا الملك لي، لمن الملك اليوم؟ ما أحد يتكلم. ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد يعارض في هذا، فالملك لله جل وعلا. وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة، ثم إما أن يموت وإما أن يؤخذ منه، ينزع منه بالقوة. نعم.